فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. جيد، صحيح البخاري كتاب الحج، ما زلنا مع كتاب الحج. قال: باب في تقبيل الحجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعوذ بالله. حدثنا أحمد بن سنان من ثقات الأزبات رواه الله جماعة، حدثنا يزيد بن هارون من ثقات الأزبات رواه الله جماعة، أخبرنا ورقاء، أخبرنا زيد بن أسلم رضي الله عنه عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب، زيد في كلام على سماعي من أبي، لكن صحيح أنه سمع منه. قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية قال: حدثنا مسدد بن صرهد ثقات الأزبات روى له الجماعة رضي الله عنك هريرة أحسن الله عليك. حدثنا حماد هنا هو حماد بن زيد ثقات الأزبات رواه الجماعة عن زويد بن عربي وهو من الثقات، قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غربت؟ قال: اجعل رأيت في اليمن، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. في رواية أخرى قال: اجعل رأيت في الكوكب. أخرجه مسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، والثاني من أفراد البخاري. وروى زبير هذا الحديث فقط، وفي بعض نسخه قال الفريبري: وجدت في كتاب أبي جعفر. قال أبو عبد الله الزبير ابن عربي البصري وزبير بن عدي كوفي وعند الترمذي من غير رواية الكروخي، الزبير هو ابن عربي وروى عنه وحماد بن زيد. وزبير بن عدي كوفي يكنى أبا سلمة، قلت: يروي عن أنس. وذكر البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما أن أبا سلمة كنته الزبير بن عدي، وزبير بن عدي كنته أبو عدي. ولما ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية حماد: حدثنا الزبير بن عربي والحديث، وفي اجعل أرأيت مع ذلك خلف الكوكب، أو قال مع ذلك الكوكب. قال الجياني وفي نسخه عن أبي أحمد الزبير بن عدي. نعم، الحق أن هذا حديث عظيم جدا، فيه كثير من مسائل الاعتقاد. من كان يتبرك بالحجر والشجر فالتبرك لا يجوز بحال من الأحوال، وهنا ابن عمر أو عمر قبل الحجر ليس تبركا بالحجر، لأن كثير من عوج فكره وتكلم عن التبرك يأخذ هذا دليلا له، وهو دليل عليه ليس دليلا له. ولأن ابن عمر بن الخطاب ما كان يتبرك بتقبيل الحجر، كان يتبرك بالائتساء برسول الله، وهذا وارد، كان يتبرك بالائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتبرك بالحجر. الحجر قال فيه عمر بن الخطاب، قال: أنت حجر لا تنفع ولا تضر. قال: أنت حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. شوف انظر هنا التأسي، الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهذه فيها أيضا سنية استقبال الحجر وأيضا تقبيل الحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر. الحجر كما قلنا من الحديث والروايات التي جاءت عن نبي المختار أنه حجر من الجنة، كان أبيض من اللبن، سودته معاصي ولد آدم. وهناك روايات أخرى حسنها بعض العلماء، قد نستأنس بها لما حسنوها، بأنه يأتي يوم القيامة له لسان وشفتان، فيذكر ويشير إلى من استلمه، يعني يشهد لمن استلمه. فإذا كان النبي يعظم الأمر بتقبيل الحجر والسجود عليه، وإن لم يكن يستطيع أن يقبله ويسجد عليه استلمه بيده وقبل يده، وإلا فاستلمه بالمحجن، وهذا كان دأب الصحابة أيضا
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه، يقصد بذلك ركن اليمن وركن الحجر الأسود. فالإشارة أيضا جائزة، يعني إن استلمه بالوجه والسجود عليه والخد هذه السنة، إن لم يستطع فإنه يستلمه بيده ثم يقبل يده، فإن لم يستطع فيشير إليه، لو معه أحد يستلمه استلمه به إلا فيشير إليه. وهذه سنة تراها تعظيما للبيت وتعظيم الحجر الأسود، وهذا البيت هو أعظم بيوت الله جل في علاه على المعمورة، ولذلك في السماء السابعة جعل الله بيتا يوازي هذا البيت. يعني يقول ابن كثير: لو سقط عليه كان عموديا. هو البيت المعمور، شوف من عظم قدسية البيت المعمور، يدخله 70,000 من الملائكة يطوفون به كل يوم لا يرجعون إليه يوم القيامة، يعني في كل يوم 70,000 جدد. يا لله، عظيم خلق الله جل في علاه. الملك طول من سماء الأرض، الملك له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، كل جناح ممكن يسد الأفق كما كان سد الأفق جناح جبريل عليه السلام. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة في عظيم الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو صحيح، لمزيته ولمكانته. التبرك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله، رضي الله عنك، جزاك الله عني خيرا، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك، هذا فضلك ونبل خلقك. الله المستعان. جواز الطواف على البعير. جواز الطواف على البعير. قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، وطافت أم سلمة على البعير، وكان إذا طاف وأراد الاستلام فإنه يشير بأبي هو وأمي. لا، ليس أثناء التقبيل، الذنوب عموما في البيت، البدع التي تحدث والرافد. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.